أنا أقول الاستحباب، الخروج عن الاستحباب يمثل مشكلة بعض الأحيان، يمثل مشكلة دينية، يمكن يمثل مشكلة اجتماعية، يمكن يمثل مشكلة اقتصادية. يعني اليوم، وهذه ذكروها كثير من العلماء أيضا في مجال النقد، في مجال الاستحباب، يقولون إذا أهل الميت مات من عندهم ميت يستحب شنو؟ يستحب نعم جيرانه، أقرباء شيء من هالقبيل، الأقرباء البعيدين، يعني أن يطبخون في البيت، لأن دول أصحاب عزاء، أن هاي موجود الروايات أيضا، أن يطبخون في البيت ويجيبون نعم إلى شنو، إلى أهل الميت الغداء، يجيبون لهم العشاء على يومين ثلاثة أيام، لأنهم في مقام حزن، هم الآن نعم في مصيبة، نعم فقدوا فقيد، بينما اليوم لا، صاير الكاهل على منه، على أهل الميت. اليوم الكاهل على ولده، اليوم الكاهن نعم على أقرباء المقربين، جو الناس من أهل البعيدين وكذا إلى المنطقة، صارت عندنا عرف، وعرف بعدها مشكلة، هذا صار هو يسوي الغداء وهو بعد يسوي ما أدري العشاء، وهو بيجيب العصير، وهو بيجيب كثير من الأمور، وربما نعم بعض الأحيان تصل المسألة إلى أن هذا منهك اقتصادياً. أنا تعرضت لكذا شخص، يعني يطلبون دين، ليش هالدين؟ قال بلي أنا عندي فاتحة، وهذه الفاتحة نعم تحتاج إلى غدا ثلاثة أيام، هم نسوان وهم شنو، وهم رجال. هذا اللي صاير لولا، هذا اللي صاير، هذا أولا خلاف الاستحباب. شوف خرجنا عن دائرة الاستحباب، خلاف الاستحباب. والأمر الآخر يمثل مشكلة شنو، اقتصادية. يا أخي من الناس ممكن تستطيع، والصاير عجيب، يعني الخروج عن هذا العرف اليوم صار كأن هذا شنو، والعياذ بالله، بخيل. قالوا بخيل، هذا لا سوى لنا غدا، لا سوى لنا شيء، هذا خلاف العرف. احنا علينا ان نتحرك في نطاق الاستحباب مهما كان.